لو كان الفنان الراحل الله يرحمه علاء ولي الدين عايش كان ممكن يبقى هو الصديق النصوح لعلاء مرسي وكان قال له لا على حاجات كتير ولا لا؟ طبعا، وكان بيقول لي وكان علاء مره في مسلسل كان اسمه زيزينيا، وانا كنت بعمل فيه دور مميز كده، دور واد اسمه حمو، دور لذيذ. جم يعملوا الجزء الثاني، فانا كنت خلاص بدات ابقى خطوات احلى، بس انا ملتزم معاهم، ده دوري وده لازم اروح. فاعتذرت، فانا قلت له هروح اسال يعني ايه انت دلوقتي بتعمل دور اكبر هنا بطوله رايح تعمل دور خمس مشاهد؟ قال لي فكر. قلت له لا ما ينفعش اقول لهم انا كده ببيعهم، انا شفتها بزاويه تانية خالص. قال لي كده عمرك ما هتبقى حاجه. فسمعت كلام طبعا، التانيين زعلوا مني، المخرج ودول زعلوا جدا طبعا، بس انا حسيت ساعتها ان انا خدت قرار عظيم كان سببه علاء، اني لما اتفرجت بعديها على المسلسل وعلى الدور فعلا كان علاء عنده حق ان ما ينفعش اعمل. تخيلي لو انا ما كنتش قلت لعلاء كان زماني عملته عادي، عادي جدا. فانا غلطت غلطات زي دي كتير. فاللي زي علاء اللي هو الصديق الناصح الامين، انت اصلا انت حطيتي ايديك على اصدق من رايت انا في حياتي في انسان، وأنقى ما رأيت في حياتي في إنسان اسمه علاء. بدأت الأقدار تلعب معاك بطريقة معاكسة شوية من أول علاء؟ المولد انفض زي ما يقولوا كده، يعني أيام علاء ما كان موجود كان أنا كنت بنسى إن أنا متجوز أساسا ومروحش، أنا معاش مع علاء طول النهار. المرحلة التانية الزوجة بقى، البيت، أنا كنت كده يعني، أنا حياتي عبارة عن بصحى من النوم أروح لعلاء أو علاء بيصحى يجي لي وننطلق، مش أنا لوحدي بقى، ده أنا وهنيدي وأشرف وآدم وصلاح عبد الله كده، وفي جيل بعدينا لازق فينا كده علاء برضو متبنيه اللي هو كريم عبد العزيز، أحمد السقا، رامز، محمد سعد، دول جيل تبع علاء ولي الدين، فهو كان يضم دول في دول. أول علاء ما مشي وانتقل إلى عالمه الآخر اتفضت، مفيش مخلوق بيقابل حد دلوقتي إلا بالصوت، يا أنت فين يا عم وحشتني، كلنا بنقول لبعض دلوقتي كده. اتكلمت عن حاجات اتغيرت فيك بعد علاء، بعد موقف علاء؟ الإحساس بأنه ما بقاش في حاجة لها لازمة تزعلني أساسا، خلاص خدت عبرة. خدت عبرة في أني لازم أفوق. كانت لحظة انكسار رهيبة جدا، ما هو أنا في حياتي انكسارين، انكسرتي مع علاء وانكسرتي مع أمي، والميزانين دول اختلوا. مع أمي أنا بقيتش مركز. والدة حضرتك كانت 2018 وكان كمان ابن مراتك أحمد. فكانوا خطتين في سنة واحدة ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. قمت يعني أنا كويس أنا قاعد قدامك، يعني أنا في حاجة، أنا فكرة أنه ما زلت أستعمل عقلي بحسابات عقلية ده كويس جدا. ليه؟ لأن معظم الفنانين من غير التأثيرات ومن غير الأحداث دي ومن غير الحوادث دي هو أساساً بيجي في لحظة بيحصل له خلل، زهايمر بقى، الفكرة بيروح، التفاهة بتزيد من فرط الخيال ومن فرط التفكير، خلاص هو ومن بيروح في حتة السكر بيبقى عنده، الدنيا يا بنت ده السكر الديني بتاع الحباية اللي هي بنام بيها، يعني خلاص بيدخل في حتة غير الرجل السن اللي بيشتغل موظف أو مدرس، فنان مختلف.